خلونا ننتقل لفقرة أخرى من فقرات برنامجنا اللي احنا دائما متعودين عليها، هي فقرة مع المراسلين. المراسلين عدونا اليوم هي حملة تقرير عن حملة تنظيف في القضاء دجيل. خلونا نتابع تفاصيل هاي الحملة بهذا التقرير. إن الإسلام نظيف. من هذا المنطلق ومنذ سويعات الصباح الأول قام عدد من أبناء مدينة الدجيل بحملة واسعة ذات عنوان أنا متطوع من أجل تنظيف مدينتي بتنظيف عدد من أحياء المدينة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنظف فإن الإسلام نظيف. من منطلق هذا الحديث النبوي الشريف قام مجموعة خيرة من الشباب الدجيلي بحملة لتنظيف مدينة الدجيل من النفايات، وهذه الحملة هي رسالة لكل الدجيليين بأن يضعوا النفايات بمكانها المخصص وأن يتعاونوا مع البلدية في عمل تنظيف المدينة، وأن نظافة المدينة هي مسؤولية الجميع ليس مسؤولية موظف البلدية فقط. ونحن من هنا نأمل في الأيام القادمة أن يتطوع عدد أكثر من الشباب وتكون حملات مستمرة لتنظيف المدينة وإعانة البلدية عليها. اليوم الإقبال كل الإقبال جيد جدا على الحملة كأول يوم، يعني الإقبال زين كأول يوم للحملة، وإن شاء الله نرجو بالأيام المقبلة إقبال أكثر. حيث أبدى عدد من المواطنين عن ارتياحهم وتشجيعهم لمثل هكذا مبادرات تطوعية من أجل تنظيف المدينة والاهتمام بها وجعلها بمصاف المدن المتطورة، وكذلك تعميم هذه التجربة على باقي مدن محافظة صلاح الدين. والله العظيم هاي مبادرة عريقة وجيدة لمدينتنا، وهذا عراق عظيم، يعني لازم نتكاتف، هي مو بالصغير وبالكبير، مو يعني ولا مسؤول ولا كذا ولا مواطن عادي، كنا أبناء وطن واحد. لازم نتطوع، ومو على التطوع، بدون تطوع بدون أن نكتب على يعني على السام نحن متطوعين مدينتنا وننظف مدينتنا، لا، لازم احنا الغيرة مالتنا غيرتنا على بلدنا على مدينتنا على محافظتنا على قضائنا على محلنا على شارعنا على دربنا، ها لازم احنا متطوعين من أجل الوطن ومن أجل المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أقدم شكر لهاي الجهود الطيبة من الناس اللي قدروا يشاركون بهاي الفكرة اللي أنا حاولته أن أفيد بها مجتمعي وأسوي الدجيل بطل. ما احنا فكرنا من أنه الدجيل تكون أجمل وأنظف بجهود الناس الخيرة. طبعا هذا أحب أشكر به الجهود إلى بلدية الدجيل اللي ساهموا بهذا العملية، وأحب أشكر الناس الطيبين اللي من أهل الدجيل اللي قدروا أنه يساعدون بهاي الفكرة إن شاء الله. وإحنا حاول يعني ننسى الخراب والدمار السبب أنه الإرهاب ونضع كل جانب، أهم شيء إحنا عندنا أنه نجعل منطقتنا بيئة جميلة ونمشي مثل ما وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه أنه وقل النظافة من الإيمان، تنظف فإن الإسلام نظيفة. فيما ذكر عدد من المتطوعين في حملة التنظيف هذه أن رسالتهم هي لحث باقي المواطنين على المشاركة بمثل هكذا أعمال تطوعية من أجل نظافة مدنهم، وكذلك رسالة إلى المسؤولين بدعم مثل هكذا أفكار بناءة ونسيان ما خلفه الإرهاب من دمار وخراب لعدد من مدن المحافظة. رحيم، منطلقا من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنظفوا فإن الإسلام نظيف. نحب في هذه في هذا الوقت أن نوصل رسالة إلى كل أبناء مدينة الدجيل وإلى كل المسؤولين في قضاء الدجيل من أجل حث المواطنين على القيام بتنظيف مدينتهم سواء في البيت أو في الشارع أو في دوائر الدولة عامة. النظافة يعني خير، دليل على أنه تقدم الشعوب، ومن هذه الفكرة نطمح أن نكون رساليون بمعنى الكلمة. الأمانة والصدق في العمل خير دليل على نجاح المسؤول وعلى نجاح المواطن في أنه خدمة بلده، وهذه الخدمة حقيقة تكون جليلة اتجاه أبناء الدجيل، لأن أبناء الدجيل حقيقة يستحقون كل هذا الاستحقاق من أجل مراعاتهم وتنظيف مدينتهم. لقناة سامراء الفضائية حميد الجميلي، قضاء الدجيل.